مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر تشرين ثاني شهر 11. نعود إليكم مرة أخرى بعد استقرار وأجواء كانت أقرب للصيفية، دامت لعدة شهور وكانت من الأطول في تاريخ السجلات المناخية للمملكة، ولكن بحمد الله نعود إليكم ببشارة تغيير الأجواء المرتقبة المتوقع خلال هذا الأسبوع. في هذه النشرة الجوية الأسبوعية سنستعرض معكم يعني ثلاثة أمور رئيسية وأساسية كملخص لهذا الأسبوع. الأمر الأول هو انتهاء الأجواء الصيفية التي سادت المملكة منذ عدة أشهر، وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بكثير نسبة لهذا الوقت من العام. الأمر الآخر هو الانخفاض الملموس المتوقع على درجات الحرارة اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع وتحديدا من يوم الأحد، وكذلك الأمر هو الأهم، وهو هناك فرص لأمطار رعدية خلال العديد من أيام هذا الأسبوع، وهناك يعني دعوات وتوصيات هامة بشأن هذه الأمطار الرعدية التي بالعادة تكون يعني تسبب تشكل السيول في بعض المناطق وبعض الأنحاء، ونترحم على شهداء البحر الميت والتي حدثت هذه الحادثة تقريبا في مثل هذا الوقت من العام قبل عامين، وبالتالي الحذر الشديد واجب في ظل هذه الظروف الجوية. نبدأ بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة في طقس العرب، والتي تشير إلى بدء تشكل سحب ركامية رعدية في مناطق الأراضي المصرية. هذه السحب الركامية الرعدية من المتوقع غدا أن تنتقل إلى الأجزاء الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة بما فيها الأردن. دعونا نتعرف على سبب هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. هذه الألوان التي تشاهدونها هي تنم على وجود وتقدم بطيء وتدريجي لكتلة هوائية باردة ولكنها في طبقات الجو العليا بشكل عام. هذا التقدم لهذه الكتلة الهوائية الباردة سيغطي مساحات شاسعة من المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها أيضا الأراضي المصرية، وذلك سيتصادف كما سنشاهد بعد قليل بامتداد لمنخفض ما يسمى منخفض البحر الأحمر. تلاقي هذين الأمرين مع بعضهما البعض يتسبب بحدوث أحوال جوية غير مستقرة. تبقى المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط خاضعة ضمن سيطرة هذه الكتل الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي تبقى المملكة عموما تحت تأثير أحوال جوية مستقرة على أقل تقدير حتى نهاية هذا الأسبوع، مع مراقبتنا في الأيام الماضية لاحتمالية حتى تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي مع نهاية الأسبوع الأول من شهر 11. هذه خرائط ما يسمى بالضغط الجوي السطحي، وهي تشير إلى امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. هذا منخفض هو منخفض موسمي دائما تتعرض له المملكة تقريبا في أشهر الخريف والربيع على وجه الخصوص، وامتداده نحو الشمال يجلب معه أجواء حارة، درجات حارة أعلى من المعدات كما حدث خلال الأيام والأسابيع الماضية، إلا أن تأثير هذا المنخفض الجوي يتغير بشكل كلي عند تلاقيه مع امتداد لهواء بارد في طبقات الجو العليا، وهذا متوقع أن يحدث خلال هذا الأسبوع. يتوقع مع تعمق هذا المنخفض البحر الأحمر أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة بمشيئة الله تعالى في أجزاء واسعة من مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة. توقعات الهطولات المطرية فيما إذا أخذنا ما ترسم النماذج العددية الحاسوبية كمحاكاة حاسوبية. هذه إذا خرائط الهطولات المطرية صباح يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. كما تلاحظون سرعان خلال ساعات النهار ما تتطور أحوال جوية غير مستقرة على المناطق الأراضي المصرية بما فيها أيضا مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتتعرض المملكة على حد سواء لهذه السحب الركامية الرعدية الممطرة. طبيعة هذه الأمطار هي ليست منخفض جوي إنما حالة من عدم الاستقرار الجوي. طبيعة هذه الأمطار نعود ونذكر بأنها أمطار ذات طابع عشوائي، أي يحدث في مناطق متفرقة وعشوائية، ليس هناك انتظام في كيفية حدوث هذه الأمطار. هذه السحب الركامية الرعدية الممطرة عندما تحدث بشكل يعني عشوائي أيضا لا يستبعد أحيانا أن تكون مترافقة مع تساقط غزير للأمطار في نطاقات وأحياء جغرافية ضيقة دون عن غيرها. فنسمع أن أحياء في مثلا غربي منطقة معينة تتعرض لأمطار غزيرة، وأحياء أخرى الأجواء بها غائمة جزئيا. ذات الأمر أيضا يتسبب بتشكل وجريان السيول بشكل كبير أحيانا، وتكون مسببة لبعض الأضرار، وتكون هذه السيول قوية جدا في بعض المناطق، وبالتالي يوجب التحذير بأن هذا النظام الجوي غير المنتظم يتسبب ويفرز هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. كما نلاحظ أيضا يوم الاثنين ليلة الأحد على الاثنين
هناك ذروة متوقعة لهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، متوقع أمطار رعدية في مناطق مختلفة من بلاد الشام بما فيها المملكة بمشيئة الله تعالى، وتستمر فرص الأمطار حتى يوم الاثنين والثلاثاء حتى ويوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله تعالى. إذن ما هذه الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة خلال هذا الأسبوع؟ نستعرضها معكم ونبدأ من يوم الأحد، ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الأحد، تعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. درجة الحرارة مثلا في العاصمة عمان تكون 24 درجة مئوية بعدما كانت في مستويات صيفية ثلاثينية خلال الأسابيع الماضية. يكون الطقس في ساعات الصباح يوم الأحد رطبا مع تشكل الضباب في بعض المناطق والسهول الشرقية. تتكاثر تدريجيا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة خلال ساعات النهار، وتتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول زخات يعني رعدية من الأمطار في أجزاء عشوائية من المملكة، ربما تبدأ جنوبا تنتشر لاحقا إلى باقي المناطق ولكنها تكون ضمن نطاق عشوائي. لا يستبعد أن تكون بعض من هذه الزخات الرعدية مع ساعات العصر والمساء غزيرة في بعض المناطق والأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة دون غيرها. كذلك ستؤدي بمشيئة الله تعالى إلى جريان الأودية وتشكل السيول والشعاب وجريان الشعاب في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مناطق الأغوار، البحر الميت، المناطق الصحراوية، المنحدرات وسفوح الجبال وبعض المناطق المنخفضة الأخرى، وبالتالي وجب التنبيه. كذلك هذا الأمر يشمل أيضا منطقة ومدينة خليج العقبة. مع ساعات الليل ليلة الأحد على الاثنين يشتد وتزداد تأثرك بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، وبالتالي ربما نرى بعض الصواعق وتساقط لزخات البرد أبان تأثرك بهذه السحب الركامية الرعدية. درجات الحرارة فوق جبال الأشراف تنخفض إلى 22 نهارا 14 ليلا، في معان 25 إلى 13، في العقبة 28 إلى 19، وفي إربد 27 إلى 18 درجة مئوية، في المناطق الشرقية 27 إلى 15 درجة مئوية. يوم الاثنين تبقى عموم مناطق المملكة ضمن تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي يتوقع أن تكون الأجواء بشكل عام خريفية مائلة أو لطيفة الحرارة حتى أنها تكون مائلة للبرودة في بعض المناطق، متقلبة الأجواء ما بين غائمة جزئية إلى غالبا غائمة، وتبقى الفرصة مهيئة لأن تحصل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء عشوائية من المملكة. لا يستبعد مرة أخرى أن تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة مسببة تشكلا للسيول وجريانا للأودية والشعاب في مناطق عدة وعشوائية من المملكة، ووجب التنبيه من ذلك. قد تكون بعض من هذه الزخات أيضا غزيرة. نسيت أن أتحدث أيضا عن يوم الأحد، هناك فرصة لأن نشهد بعض الرياح القوية أثناء مرور السحب الرعدية، وبالتالي ذلك يؤدي إلى أحيانا إلى تطاير بعض المقتنعات الخارجية بالإضافة إلى إثارة الأتربة والرمال. عودة إلى يوم الاثنين الذي سيتوقع أن يطرأ به انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة يوم الاثنين دون المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام. تسجل في العاصمة عمان 19 درجة مئوية في ساعات النهار، في إربد 22، في جبال الأشراف 17 درجة مئوية والأجواء مائلة للبرودة، في معان 22 إلى 10 درجات مئوية، في خليج العقبة 26 إلى 18، وفي المناطق الشرقية 25 إلى 12 درجة مئوية. ومن المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بشكل لافت في ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء مما يؤدي تشكل الضباب في مناطق الأودية ومناطق السهول الشرقية. يوم الثلاثاء تبقى درجات الحرارة دون المعدلات بعدة درجات، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة لكنها مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، تبقى الفرصة مهيئة لأن تشهد بعض المناطق زخات رعدية من الأمطار لكنها بوتيرة من ناحية وتيرة جغرافية وليست وتيرة الشدة، قد تكون أقل مما هو عليه الحال يوم الاثنين. الفرصة عموما موجودة في شمال ووسط المملكة، البادية الجنوبية، جبال الشرة والمناطق الشرقية المملكة، أقصى جنوب المملكة ربما يعني تقل فيها فرص الهطول الأمطار الرعدية. درجات حرارة تكون بين 20 إلى 13 في العاصمة، 21 إلى 14 في إربد، 18 إلى 12 في جبال الشراف، في معان تقريبا 21 إلى 10، وفي خليج العقبة 26 إلى 17، والمناطق الشرقية من 23 إلى
11 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء تبقى إذن المملكة ضمن درجات الحرارة التي هي أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، أجواء خريفية لطيفة الحرارة لكنها مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، تقريبا في العاصمة 19 إلى 14، في إربد 20 إلى 15، في جبال الشراء من 17 إلى 11، في مدينة معان من 20 إلى 8 درجات. نلاحظ درجات حرارة الصورة تقل عن 10 درجات مئوية في المناطق الصحراوية، في العقبة من 25 إلى 16، وفي المناطق الشرقية من 23 إلى 12 درجة مئوية. و يعني من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون هناك الفرصة مهيئة لأن تشهد المناطق الشمالية على وجه التحديد هطولا لزخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله تعالى. يوم الخميس من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة إثر تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة تكون دون معدلاتها تقريبا حوالي 10 درجات مئوية في العاصمة عمان، 15 درجة مئوية العظمى، في إربد 18، في جبال الشراء 14، في معان 16، وفي العقبة 23 درجة مئوية، وفي المناطق الشرقية 19 درجة مئوية. الفرصة متاحة لأن تشهد مناطق مختلفة من المملكة هطولا للأمطار، وعندما تقترب الفترة الزمنية سنتحدث أكثر عن فرص الأمطار وتوزيعاتها الجغرافية بالنسبة لنهاية الأسبوع بمشيئة الله تعالى. إذن هذا كان بشكل عام توقعات الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع. هناك بعض التوصيات الهامة جدا أرجوكم جميعا الأخذ بها بعين الاعتبار. نعلم أن الوضع الوبائي في المملكة سيء، ونعلم أن الأخبار أغلبها عن كورونا، ولكننا من الواجب علينا أن نتحدث عن توصيات هامة في شأن هذه الأحوال الجوية. لا ننسى بأن الأحوال الجوية ذاتها في سنوات سابقة تسببت بحدوث وفيات ويعني بعض الخسائر المادية أيضا، وبالتالي ندعوكم للاهتمام بهذه التوصيات بشأن الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع. الأمر الأول هو يعني الحذر الشديد من مخاطر الأمطار الرعدية التي يتوقع أن تتأثر بها المملكة خلال هذا الأسبوع. تتمثل ذلك بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن بطون الأودية، وعدم المغامرة حتى إذا رأينا سيل مثلا أمامنا بالدخول به في مناطق مختلفة من المملكة. أيضا من ضمن هذه المخاطر أحيانا هو حدوث الصواعق، وبالتالي الاحتماء داخل المباني وعدم الخروج إلى الخارج في حال حدوثها، بالإضافة لبعض زخات البرد التي قد تكون واردة والتي ربما يكون أحيانا بها البرد كبير حجما كما حدث في بعض المناطق خلال العام أو الأعوام الماضية. الأمر الآخر يجب علينا جميعا في ظل هذه الأحوال الوبائية والجوية المترافقة مع بعضها البعض الانتباه من الفروقات الحرارية الكبيرة وانخفاض درجات الحرارة كونها محفزة على الإصابة بالأمراض، وبالتالي علينا جميعا الاهتمام بهذه الفروقات. الأجواء الصيفية انتهت، الآن بدأت الأجواء شبه الشتوية بالدخول للمملكة، وأيضا كما حذرنا قبل قليل الانتباه من خطر شدة سرعة الرياح أثناء مرور السحب الرعدية وكذلك من الغبار المثار. كما هناك تحذيرا آخر من يعني تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الليالي التي تجد الضباب المتوقع أن يتشكل خاصة في مناطق السهول الشرقية بما في ذلك منطقة مطار الملكة علياء الدولي. إذن هذه كانت كل الأحوال الجوية وكل ما لدينا من معلومات بشأن الأحوال الجوية المتوقعة هذا الأسبوع ضمن النشرة الجوية الأسبوعية. سنلتقيكم مرارا خلال هذا الأسبوع لنفيدكم ونعلمكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دائما لا تنسوا تحميل تطبيقنا تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد على شكل تنبيهات بما يخص الأحوال الجوية. كما يمكنكم الاطلاع على النشرات الجوية وحالة الطقس الساعة بساعة في أي منطقة أنتم تقطنوها أو تسكنوها. أيضا ندعوكم إلى متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو حتى على موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.